وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة اسعار السلع الاستراتيجيه وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزاره خلال 24 ساعه من ضبط 632 قضيه تموينيه مستنديه وعينيه بمضبوطات بلغت قرابه 345 طنا من المواد الغذائيه كما نجحت اجهزه وزاره الداخليه في ضبط قرابه 53 طن في مجال حجب السلع الاستراتيجيه والاستيلاء على السلع المدعومه وضبطت اكثر من 269 طنا في مجال حجب ارز الشعير والارز الابيض والبيع بازيد من السعر الرسمي للارز الابيض فضلا عن ضبط قرابه 24 طنا في مجال عدم الاعلان عن الاسعار بقصد البيع بازيد من السعر الرسمي للسلع الغذائيه الى جانب ضبط 923 قضيه في مجال قضايا المخازن من بينها 216 قضية خبز ناقص الوزن و172 قضية خبز غير مطابق للمواصفات